بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة ديالك في هذا البرنامج ديالك. طبعا اليوم يوم احتفالي لرؤساء كرة القدم وقدماء لاعبات كرة القدم وقدماء اللاعبين وأيضا قدماء المسيرين ومسيري الحاليين، ويوم يعني احتفالي اللي كنجتمعوا فيه لأول مرة. كنشكروا النائب ديال العصبة اللي سهر على التنظيم والسيد عز الدين ديال طنجة اللي بجوجهم كانوا وراء هذه الفكرة، وإن شاء الله يمر يوم جميل جدا باجتماع الأحبة ديالنا في هذا النهار. كرة القدم من سويسرا عندها المكانة ديالها؟ إن شاء الله رجعت المكانة ديالها، ولكن باقي خاصنا نخدموا شوية، وحنا يلا بداية الطريق، يلا نقينا شي حوايج، ولكن لا يزال ينتظرون الكثير بإذن الله. استمرارية إن شاء الله. كنتمنى التوفيق للمنتخب ديالنا ويشرفونا، ونتمنى بأنهم إن شاء الله يعني يعيشوا الأجواء بالمعنى ديالها الحقيقي، ويعرفوا بأنه في إمكانهم يفعلوا الكثير بإذن الله إلا آمنوا بالقدرات ديالهم. كلمة اللاعبات والآباء عندهم دور. نتمنى ويثقوا في منتوج كرة القدم النسوية، ويعتبروه بأنه أيضا مجال للإبداع ومجال للمنافسة الشريفة ورفع الراية المغربية ديالنا، وما بقاش كرة القدم أنها تضيع الوقت للفتاة أو تضيع الوقت للاعب للطفل أيضا، ولكنها مجال لإبراز موهبة. وكما شفتوا الأبطال ديالنا كيف شرفونا في قطر مؤخرا، بإمكان أي واحد يشرف البلاد ديالنا. أحب الجميع. Thank you.